مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وبنبدأ معكم أولى فقرتنا الحوارية في هذا الصباح وقراءة لأهم الموضوعات والعناوين التي طلعتنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. يقرأ معي هذه الموضوعات وهذه العناوين الأستاذ مختار شعيب الكاتب الصحفي بالأهرام. برحب بحضرتك أستاذ مختار. أهلا بك أستاذ محمد وأهلا بالسادة المشاهدين. اسمح لنا في البداية أن نبدأ أيضا من جريدة الأهرام ونطالع منها مصر منارة الفكر والإبداع والثقافة. الرئيس يفتتح معرض القاهرة للكتاب والجامعة العربية ضيف الشرف، يعني اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب 50 عاما مرت على هذا المعرض، وبالتالي ربما هناك نوع من استخدام الثقافة كقوة ناعمة لمصر للاطلاع على مختلف الإصدارات في النشر التي تؤكد على بعض القضايا المهمة والحيوية ومنها محاربة الفكر المتطرف وغير ذلك من الأمور. أهم هذه الملتقيات الثقافية من وجهة نظرك إيه؟ طبعا معرض الكتاب الحقيقة هذا العام مهم جدا جدا في يعني ترسيخ صورة ذهنية عن مصر الاستقرار، مصر التنمية، مصر المستقبل. يعني المعادلة دي الحقيقة بتحاول معرض القاهرة الدولي الكتاب في يوبيلو الذهبي في عامه 50 إنه يعني يتم عرض هذا الفكر وهذا المنظور لمصر في المرحلة المقبلة والحالية. الجزء اللي اعتمد بذلك على يعني على ثلاثية الحقيقة، عدد أولا الدول المشاركة من مختلف دول العالم، يعني في حدود معلوماتي دول عربية مشاركة عدد كبير جدا، ودول أسيوية ودول أفريقية ودول أوروبية وناشرين من مختلف دول العالم. الحاجة الثانية العناوين التي يتم عرضها، والحقيقة ممكن أنا طلعت على بعض العناوين. العناوين اللي تم عرضها في معرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كل أنواع الثقافة والعلوم، بمعنى أنه يعني تتماشى مع فكرة القوى الناعمة للدولة المصرية. عناوين في محاربة الفكر المتطرف والإرهابي وعرض الدين الوسطي الإسلامي أو المسيحية أو وغيره، يعني عرض الأفكار الوسطية في هذه الأديان. أيضا في هناك عناوين علمية في مختلف أنواع العلوم لخلق ثقافة علمية لدى الشباب، لأنه عدد كبير جدا من الشباب بيروح معرض الكتاب. في عناوين لتبسيط العلوم موجودة أيضا في مختلف دور النشر. في عناوين بقى تاريخية وعناوين متنوعة بقى في معلومات عامة وغيره، دي لتثقيف الناس بشكل عام. أيضا هناك عناوين متعلقة ب يعني كتب اقتصادية وكتب علمية ودراسية في زي هندسة وطب وغيره، بعض يعني دور النشر بتعرضها ده الحقيقة زي عندنا الأهرام عرض عدد كبير جدا من هذه الكتب. إذن وجود دول عربية ودول مختلف دول العالم ووجود عناوين متنوعة الحقيقة بيرسخ أنه مصر بس لا تلعب فقط دورا سياسيا في المنطقة، ولكن أيضا بتلعب دورا ثقافيا كقوة ناعمة. إحنا كمان عندنا تكريم في هذا المعرض للجامعة العربية، ده رمز ودلالة الحقيقة في هذا السياق. ليه؟ لأنه الجامعة العربية كتير من الخبراء والمحللين وبعض السياسيين بيهاجمها، يريد إسقاطها. لو سقطت الجامعة العربية حقيقة التعاون العربي سوف ينهار، لأنه الخيمة الوحيدة أو الركيزة الأساسية لدعم التعاون العربي ما زالت الجامعة العربية. صحيح نحتاج دعمها، نحتاج أنها نقدم لها دعم. فالحقيقة تكريم الجامعة العربية في هذا المنتدى في معرض الكتاب وفي اليوبيل الذهبي ده دلالة سياسية وثقافية أيضا مهمة، لأن الجامعة العربية من خلال منظمات العربية الأخرى المتخصصة في التربية والثقافة والعلوم في وغيرها برضو بتلعب دور مهم جدا في تنوير الرأي العام العربي والعالم العربي بشكل عام. فالحقيقة هذا المعرض من المعارض المهمة واستكمال واستمرار للدور المصري، وده عشان كده الرئيس السيسي بنفسه راح افتتح المعرض في حضور كل المسؤولين ومسؤولي الثقافة في مصر عشان يعطي لهذا المعرض زخم سياسي مهم على مستوى مصر والمستوى المنطقة. طيب خلينا نروح لعنوان آخر من جريدة الجمهورية ونطالع منها الأمم المتحدة والبنك الدولي في شهادة جديدة، مصر جاذبة للاستثمار ونثق في مسيرة الإصلاح بقيادة السيسي، تفوقت على شمال إفريقيا واقتصادها في نمو مستمر. يعني كيف تنظر إلى هذه الشهادة وأفاق الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة؟ ربما نحن انتهينا تقريبا من البنية الأساسية والبنية التحتية الموجودة في مختلف المشروعات، ما هو المطلوب بقى في الفترة اللي جاية حتى نحصد ثمار هذا الأمر؟ والحقيقة دي شهادة الأول، دي استمرار للشهادات المختلفة اللي بتيجي من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الدولية الكبرى، بنك الاستثمار الآسيوي الأفريقي الأوروبي وغيره بيقولوا نفس الكلام، وبالتالي ده شيء كويس جدا بيساعدك في الترويج
لاستثمارات في مصر في المرحلة المقبلة. عندك هذه الشهادات لو استغلت بشكل كويس جدا هنروج لاستثمارات. احنا عملنا يعني جهود غير عادية في مسألة البنية الأساسية، وبالتالي عشان حتى المفهوم اللي هم بيطرحوه في الشهادة ان مصر جاذبة للاستثمار، جاذبة ليه؟ لأن عندها البنية الأساسية وعندها التشريعات المناسبة وعندها البنية كمان حتى العقول البشرية المدربة اللي بدأت تتدرب في يعني مراكز تبع وزارة الإنتاج الحربي وتبع القوى العاملة في مصر، بتدرب عمالة فنية كتير جدا وعندنا معاهد متخصصة في هذا. إذا عندك عمالة، عندك بنية أساسية، عندك مناخ للاستثمار جيد جدا، محتاج إنك تروج لده في قطاعات محددة. الحقيقة بدأت الخطوات من حوالي سنة إن احنا نروج للاستثمار في مصر بعدد من المؤتمرات والمنتديات داخل مصر وخارج مصر أيضا. لازم نركز بقى في المرحلة المقبلة على الترويج للاستثمار في الصناعة. هل ده القاطرة اللي هتنقل مصر نقلة حقيقية وهتستفيد من هذه البنية الأساسية الموجودة؟ احنا عندنا يعني الدولة أنشأت 4440 تقريبا وأكثر من يعني في حدود 4500 مصنع صغير، وبتحاول تعيد تأهيل لحوالي 11000 مصنع آخرين موجودين عندهم بعض مشاكل. بدأت الدولة في هذا الأمر، عايزين نروج بقى للصناعة، يعني ده الأهم في المرحلة الجاية. فأنا لو روجت للصناعة بشكل كويس جدا العمالة الفنية اللي أنا دربتها هتشتغل، وبالتالي هقضي على البطالة. الحاجة التانية أن أنا هنتج، وبالتالي هنتج ليس فقط للسوق المحلي عشان أقلل الواردات، ولكن هنتج للسوق الدولي عشان أصدر، وبالتالي أجيب عملة صعبة أقدر أستغلها في مشروعات أخرى. في الحقيقة الجهود في المرحلة المقبلة هتركز على هذا التوجه خلال الأعوام اللي جاية، وده واضح كمان من الميزانية العامة للدولة. يعني الميزانية العامة للدولة اللي بعض ملامحها عرض وتناقش في لجنة موازنة في مجلس النواب، وتصريحات رئيس الوزراء بتقول هذا الكلام، إنه المرحلة المقبلة التركيز أكتر على الصناعة لأن هي الحقيقة قاطرة التنمية الحقيقية لمصر. ايضا يعني زي ما احنا بنقول كمان، كيف يمكن استثمار هذه الشهادات للترويج في الخارج طبعا وجذب مزيد من الاستثمارات؟ وانت شايف جهود الحكومه في هذا السياق، عندنا منطقه السويس والهيئه الاقتصاديه وغير ذلك من الجهات اللي هي بتعمل على جذب الاستثمارات بالفعل، انت شايف جهودها عامله ازاي؟ واحنا بالفعل قادرين على فتح اسواق جديده وجذب استثمارات من مختلف الدول بقى، سواء من روسيا، من الصين، من الولايات المتحده، من مختلف الدول، ولا كيف ترى هذه الخطوة؟ والله النقطة دي شوية ضعيفة، أنا بتعرف أنه النقطة دي مازالت ضعيفة شوية، لأن إحنا ما بنروجش كويس. يعني عندنا شهادات كويسة، عندنا بنية أساسية كويسة، عندنا فرص للاستثمار زي الفل. اللي بقى الاستثمار مازال شوية ضعيف نسبيا عشان ما عندناش قدرة على أن إحنا نروح نقنع الناس ونتكلم ونتفاوض. فالجزئية دي الحقيقة الدولة والحكومة بتفكر فيها بشكل كويس جدا، ولو استغلت هذه الشهادات استغلال كويس جدا يبقى هيبقى أفضل. أنا بدعو الحكومة أنها تفكر بشكل خلاق ومبدع في المسألة دي من ثلاث مسارات الحقيقة. المسار الأول إن إحنا ما نغيبش عن المؤتمرات الدولية المهمة في الاقتصادية أو في الاستثمار زي ديفوز، والحقيقة رجعنا مؤتمر ديفوز إحنا رجعنا لأول مرة بعد 5 سنين وهتشارك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء فيه، فده شيء كويس جدا إنك تعرض تجربة مصر وفرص الاستثمار في مصر في منتدى عالمي مثل هذا المنتدى المهم. أيضا إن إحنا نعمل منتديات أو نشارك في كل المنتديات الأوروبية والآسيوية، خاصة مجموعة آسيان، جنوب شرق آسيا، المجموعات الأخرى في أمريكا الشمالية، وده اللي هيخلي رجال الأعمال في الغرب يقولك، لأنك أنت لازم أنت عندك ميزات تفضيلية أكتر من دول تانية، بس ما بتعلنش عنها كويس، ما بتقدمهاش بشكل كويس للآخرين. فإحنا لو اشتغلنا على النقطة دي واشتغلنا عليها كويس جدا أعتقد أن إحنا ممكن معدل الاستثمار في مصر يتزايد. معدل الاستثمار في مصر يتزايد ده معناه زيادة معدل النمو. طب انا عايز اروج لنفسي ازاي بقى؟ هو ده الكلام. اروج لنفسي ازاي؟ اطلع بره واقول ان انا عندي بنيه اساسيه وعرض وفي كذا وعندي كذا وبنيه ونقل ومواصلات وعندي تليفونات وعندي بنيه اساسيه في طرق وعندي كباري وعندي ميه وعندي يعني وعندي بشر انا مدربه، واعرض الكلام ده بشكل كويس بكل لغات العالم، يعني ما اقتصرش بس على اللغه العربيه، يعني اعرض هذه الامور باللغات الاجنبيه عشان الناس تفهمني، ما ينفعش اقعد اتكلم باللغه العربيه في كل محفل من هذه المحافل. الحاجة الثانية مهمة جدا ان انا اقول البنية التشريعية اللي عندي لو فيها اي مشكلة فيها اي حاجة صلحها واعرض هذه اللوائح والكلام، وخاصة عندنا جهود غير عادية في مسألة الاصلاح الاداري في الدولة المصرية. الحاجة الثالثة الحقيقة احنا عندنا يعني معدل نمو كويس جدا، يعني زاد عن 5% وشوية، وبالتالي ده بيشهد ليك زائد الشهادات الدولية تعرض ده بره والمعدل نمو
زايد عندي، وده تالي انا اقدر استقطب استثمارات. استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر في افريقيا، انت في شمال افريقيا، وبالتالي تقدر تتواصل مع مجموعه الكوميسا، عندك ميزات معاها تفضيليه يعني في اتفاقيات موجوده مع نعم. حتى مع غرب افريقيا، مع الاتحاد الجمركي الافريقي، وبالتالي انت ممكن تبقى بوابه للاستثمار والتجاره والصناعه الدوليه ومعبر لهذا هذه المنتجات لافريقيا ومنطقه الشرق الاوسط ايضا. وبالتالي وجود ده كله الموقع الاستراتيجي مع كل هذه المعايير وتسويقه بشكل جيد، اعتقد انه قد يعطي لمصر ميزه تفضيليه اكثر في جذب الاستثمارات عن غيرها من الدول الاخرى. المهم تطبيق على ارض الواقع. تمام. طيب نروح لعنوان اخر من جريده الاخبار ونطلع منها: القضاء على 59 تكفيريا واستشهاد ضابط وستة جنود، القبض على 142 مشتبها بهم في سيناء، تدمير 56 عربة دفع رباعي، تفجير 242 عبوة ناسفة. الجهود الأمنية ما زالت مستمرة، وفي الحقيقة ده انعكس على حالة الاستقرار اللي موجودة في الشارع، سواء في سيناء سواء في مختلف المناطق والمحافظات المصرية. وإحنا كمان في عيد الشرطة بنقترب بالزبط من هذا الأمر، فهي يعني فكرة هذه التضحيات كيف نقدرها، كيف نساعد الجيش والشرطة في القيام بمهمته ونكون سند لهم في هذه المهمة. الحقيقة العملية دي من افضل العمليات اللي اتعملت وشاركت فيها قوات الجيش والشرطه، وبالتالي زي ما انت حضرتك شفت حجم العدد من الارهابيين، عدد كبير جدا، الاسلحه والمعدات اللي تم عرضها، عدد ضخم. ده معناه ايه؟ معناه دلالتين رئيسيتين، انه الارهاب ما زال للاسف ما زلنا بنعاني منه جزئيا، وده دي رساله للشعب ان الناس تبقى واعيه كويس جدا ان الدوله بتحارب لسه في معركه مستمره، وبالتالي لازم الناس تتآزر وتؤيد مؤسسات الدوله في هذه الحرب. الحاجة الثانية أنه الإرهاب ما زال يمثل خطر على المواطن وعلى أمن الدولة وعلى السياحة وعلى الاستثمارات وعلى غيره، وبالتالي لازم نوقد هذا الإرهاب. الحاجة الثالثة والمهمة جدا الحقيقة أنه ده يدل على قدرة متميزة للقوات المسلحة المصرية والقوات الشرطة في مواصلة الجهد لمحاربة الإرهابيين، لأنه أنت عملية من هذه النوعية كشفت على أنه القدرات المصرية ما زالت فاعلة في هذا الأمر. الحاجة الرابعة الحقيقة واللي أنا خايف منها، إنه مع التسويات التي يمكن أن تتم في سوريا وفي ليبيا وغيره، ممكن عدد من الإرهابيين يتدفقوا لمصر، وأدينا شايفين التوترات في جنوب السودان، فممكن تكون حالة الوضع غير المستقر في السودان يبعت لك إرهابيين وحاجات زي كده. فأنا بقول إنه ده يدعو لينا ويدعو مؤسسات الدولة إنها تفكر ازاي تجفف دخول الارهابيين من الخارج، نعم، وخاصه الاسلحه والعناصر البشريه المدربه من داعش وغيرها في سوريا او في العراق او في ليبيا عبر السودان او عبر البحر، يعني طبيعي التحرك، خاصه ان عندنا دول بتواجهنا بعدائها السافر زي تركيا وقطر، وهذه الدول ليس من مصلحتها الحقيقه الاستقرار في مصر، وبالتالي من مصلحتهم وجود عمليات ارهابيه طول الوقت عشان يقول لك ما ده مصر مش مستقره، وبالتالي يضرب جهود التنميه وجذب الاستثمارات والسياحه وغيره. فاحنا بنقول انه الحقيقه دوله يعني واعيه وعندها دور مهم جدا وفي هذا الامر، والدلاله على هذه الواقعه المهمه جدا في مكافحه الارهاب والتطرف. نروح لعنوان آخر من جريدة الوطن ونطلع منها: وزيرة الصحة بدء تنفيذ برنامج البعثات لأطباء الأسرة للخارج، تسلم 20 وحدة رعاية أولية في بور سعيد، وضم مستشفى أبو خليفة للطوارئ في خطة التأمين الطبي. يعني في جهود صحية احنا بنلمسها بالفعل على أرض الواقع، يعني وبنشوف في يعني اهتمام من القيادة السياسية نفسها بهذا الأمر. يعني كيف يعني نستشرق افاق المستقبل في قطاع الصحه؟ هل يعني هذه الجهود تحتاج الى ايضا الدفع بجهود اخرى في المرحله المقبله حتى نقضي على كافه السلبيات الموجوده في هذا القطاع الصحي؟ انا متفائل جدا الحقيقه بالنسبه لقطاع الصحه، لانه في البحث بشكل عام على اي عمليه تنميه، اي تجربه زي كوريا الجنوبيه، زي اندونيسيا، زي ماليزيا، زي هونج كونج، غيره من الدول دي، حتى الصين نفسها واليابان وتجربه اوروبا الشرقيه، كانوا بيركزوا في عمليات التنميه ليس فقط على بناء بنيه اساسيه او بناء مصانع او غيره، لا، بالتوازي معها بناء الانسان. نعم. بناء الانسان ده مهم جدا في حلقه وعمليه التنميه بشكل عام في اي دوله تريد ان تتقدم وتنهض للامام. بناء الانسان بامرين رئيسيين مهمين جدا، هي التعليم والصحه. الصحه، فلو اتكلمنا عن الصحه طبعا حصل تطور غير عادي في برنامج الصحه وفي برامج مختلفه، موضوع فيروسي وغيره من الامراض اللي موجودة واللي مصر بتعاني منها، وحصل تقدم كبير جدا في هذا الأمر.
الأمر الثاني أنه المسألة المستشفيات والبنية الأساسية في الصحة، يعني مراكز صحية في القرى والنجوع بتتعمل وإعادة تأهيلها أو نزودها بمعدات جديدة أو غيره، وغرف يعني أنها ترعى المرضى وغيره من هذا الأمر. في المستشفيات المركزية اللي تابعة للحكومة ووزارة الصحة في شغل كويس جدا حتى في المستشفيات الجامعية، وبالتالي كل ما بنركز على ملف الصحة احنا بنطور هذا الملف. طب ليه اهميته بالنسبة لعملية تنمية معدل النمو؟ اهميته حاجتين، نقلل الامراض وبالتالي طلع عندك قوة بشرية قوية جدا تقدر توجهها وتشغلها وبالتالي تزيد معدل النمو والانتاجية الانسان. يعني الانسان المريض مش هيشتغل وما يزودش انتاجيته وبالتالي معدل النمو في الدولة يقل. طب انت عايز تنافس وعايز تكبر وهتبقى قوة اقتصادية كبرى في المنطقة فلازم تزود انتاجية الانسان. هتزيد ازاي؟ بالتعليم والتدريب وايضا الرعاية الصحية والغذاء، وده دي منظومة بناء الانسان في في مصر الحقيقة وفي العالم كله. الحاجة الثانية انه البنية الصحية نفسها لو موجودة، انا مستثمر اجنبي وانا شفت مستثمرين اجنبيين بيتكلموا، الاجانب بيتكلموا كتير في مؤتمرات، لما بتساله اقول له مثلا عايز استثمر في المنيا او بني سويف او عين، يقول لك طب اقرب مستشفى موجوده شكلها ازاي؟ يعني هو بيسال عن هذه الخدمات العامه اللي تهمه وتهم عملته ومستشارينه ومهندسينه وغيره. بالتالي كل ما تطور البنيه الصحيه والبنيه التعليميه ايضا ده عنصر من عناصر جذب الاستثمارات الاجنبيه لمصر وبالتالي زياده معدل النمو والتنميه. فالحقيقه موضوع مهم جدا وانا شايف ان الدوله مهتمه بيه وهيشهد افاق ونجاحات كثيره في المرحلة ان شاء الله. خلينا ايضا نروح لعنوان من المصري اليوم، المالية تستعين بالخبرة الكورية في ميكنة الجمارك وتدريب الكوادر. يعني فكرة ميكنة الجمارك دي يمكن تقضي على كثير من السلبيات اللي احنا بنشوفها والرشاوة وغير ذلك والفساد اللي احنا بنشوفه. يعني قصة الميكنة وفي اتجاه من الدولة بشكل عام لميكنة الخدمات الحكومية كلها بحيث ان احنا نقضي على هذه الظواهر داخل المجتمع المصري. يعني اهمية هذه الخطوة وفكرة كمان الاستعانة بخبرات اجنبية في هذا المجال. طبعا هو ده مهم جدا الحقيقه، لو كل قطاع في الدوله اشتغل بالطريقه دي يبقى عندنا الحكومه الالكترونيه، وده مشروع مهم جدا الدوله بتشتغل عليه. ليه بقى مساله الميكنه مهمه بشكل عام في الدوله؟ اولا بتقلل الفساد زي ما شفناه في الجمارك، ولسه حد لسه كان رئيس لمصلحه الجمارك ولسه متعين قريب فشفنا جريمه الرشوه بتاعته. وبالتالي انت لما بتميكن هذه الخدمات بتقلل هذا التعرض للفساد، وبالتالي بتقلل دخول سلع غير صالحة للاستخدام في مصر، وبالتالي بتقلل كمان الأعباء الصحية اللي واجهها المواطن لما تدخل سلع فاسدة مثلا أكل فاسد وغيره أو أدوية فاسدة، ما دي بتعرض صحة الناس للأخطار. تقوم الدولة بقى تصرف أكتر على الصحة، طب ما أنت بتزود نفقات، يعني كأنه الفساد بيقبض من المواطن اللي هو الفاسد اللي بيديله فلوس، وبيقبض أيضا من الدولة بشكل غير مباشر لما بيكلفها أعباء صحية غير عادية في معالجة الأمراض نتيجة عن هذه السلع الغير أدمية اللي بتدخل الدولة المصرية. وبالتالي انت الحقيقة مسألة الميكنة دي في غاية الأهمية والخطورة فيما يتعلق بالجمارك تحديدا. يعني الحاجة الثانية انه ده مشروع كبير الدولة بتشتغل عليه في الإصلاح الإداري للدولة المصرية لميكنة الخدمات الحكومية بشكل عام، زي ما قلنا لتقليل الفساد ومحاربته. الحاجة الثانية زيادة إنتاجية العامل المصري عشان ما يتعرضش طول الوقت للعلاقة مع المواطن او مع المستثمر او مع غيره، هو معاه ورق بيتعامل معاه ما بيتعاملش بشكل مباشر، فهو هنا هيركز في الشغل اللي بيعمله وبالتالي انتاجيته تزيد. وهيكون هناك سرعه في يعني في تقديم الخدمه، يعني في نهايه الخدمه للناس. تمام. طيب عنواننا الاخير من جريده الجمهوريه ونطلع منها، وزراء الطاقه الافارقه بالاجماع مبادره السيسي للطاقه المتجدده توفر الكهرباء ل 600 مليون افريقي، شاكر القياده السياسيه جاده لاستكمال الربط مع القاره السمراء، وفي اهتمام بالفعل من القاره او من القياده السياسيه بالقاره السمراء بشكل كبير على مختلف الاصعده في الحقيقه، ادي في مجال الكهرباء في الصحه في المستوى السياسي الاقتصادي وغير ذلك من الامور. وماذا يمثل هذا الامر حتى تستعيد مصر بالفعل، وهي ممكن استعادت دور كبير جدا بالفعل دلوقتي في العمق الافريقي؟ الحقيقه عشان نتكلم بكل موضوعيه، هذا الامر في غايه الاهميه والخطوره. يعني مساله ما يسمى بدبلوماسية التنمية أو البعد السياسي في السياسة الخارجية لدعم جهود التنمية في الدولة المصرية داخل الدولة وفي العلاقات الخارجية مع دول أخرى، ده في غاية الخطورة الحقيقة. وبالتالي لما رئيس السيسي يتبنى هذا المفهوم يبقى عندك علاقات مع دول أخرى أفريقية وغيرها لدعم هذا التوجه، ده أمر في غاية الأهمية فيما يتعلق بالمية تحديدا والكهرباء، ده عنصر جاذب للاستثمارات. طيب ليه احنا بنشتغل على العنصر ده مع اخواننا واشقائنا الافارقه؟ لانهم هم في حاجه شديده الى الطاقه،
وأيضا دي حجة من حجج أثيوبيا في شروطها وكلامها معنا في موضوع نهر النيل ويعني موضوع السد وغيره من المسائل. وبالتالي لما بتتعاون معهم في هذه المسائل بتنشلهم محطات للطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة رياح وطاقة شمسية والربط الكهربائي مع هذه الدول، بتوفر الطاقة لهذه الدول وبالتالي بتساعد هذه الدول على التنمية. الأمر الثاني أنها بتخلق شبكة مصالح في منتهى الخطورة والأهمية مع هذه الدول، وشبكة المصالح دايما بتعزز جهودك السياسية والدبلوماسية في المستقبل في أي قضية أنت بتتعرض لها، سواء كانت قضية سياسية أو قضية اقتصادية أو غيره. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مختار شعيب الكاتب الصحفي بالأهرام على هذه الرؤية وهذه التحليلات. شكرا جزيلا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرة هذا الصباح مستمرة معكم بعد موجز لأهم الأنباء مع زميل محمد.